السلام عليكم. حصلت لي قصة عجيبة. اتصل علي شاب وقال لي يا شيخ عبد الرحمن، أنا سمعت لك مقاطع في اليوتيوب عن الاستغفار وعندي سؤال. يقول سؤالي: إيش أفضل، أكثر من الاستغفار ولا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله؟ قلت كلها خير. وأثناء حديثي معاه قلت: وردت أحاديث في فضل الصلاة على النبي بأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. اسمعوا ماذا قال. قال لي: يا شيخ عبد الرحمن، أنا أصلي على النبي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة قرابة 11,000 مرة. همة عالية ما شاء الله تبارك الله. أنا وأنتم كم نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروب وغفران الذنوب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا على نبيكم.